الحسن انا استاذ عائشة ابو بكر حسن دجار كانوا حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل. ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد وقع عليكم من ربكم بكم رجس وغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها
ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا قصورا بالقاف تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما من فضلك كرم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن ونحشره يوم القيامة أعمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. فليرتقوا بالقاف يا أخت. فليرتقوا في الأسباب. جن